السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي إل سي إس فايت، مرحبا بكم كاملين. كما وعدتكم غادي يكون لايف مع إلياس بولعيد، فمرحبا بكم كاملين. نتسناو إن شاء الله المتابعين وعشاق القتال أنهم يزيدوا يلتحقوا، كذلك خاصة الناس اللي كيبغيو إلياس بولعيد. شخصيا من أشد المعجبين بإلياس بولعيد، ستيل أكثر من رائع، كاين بزاف من عرفوا على هذا البطل، فكل شيء ان شاء الله في هذا المباشر غادي نزيد نعرفوه اكثر. دونك نتمنى ان شاء الله يزيد الالتحاق ديال المتابعين، وغادي يكون معنا الياس بعد قليل ان شاء الله. الياس دونك راه في اللايف، فدابا شويه غادي يكون معايا الياس بولعيد. اهلا، السلام عليكم سي الياس. اهلا اخويا، كي دايرك؟ مزيان؟ لاباس عليك، كلشي مزيان؟ الحمد لله كلشي مزيان، الله يحفظك. كي داير انت؟ راك مزيان؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. كي غادي مع هاد الكونفينمنت وداكشي كلشي بخير؟ الحمد لله. ايوا راك عارف، راه كنتريني والحمد لله وصافي. الحمد لله. مازال كتريني بعدا؟ مازال كنتريني. وحنا عندنا هادشي في شكل شويه من تبعك في المغرب، اللي قال لي عاودوا لي، قالوا لي في المغرب حتى واحد ما يدخل ما يخرج. لا حنا عندنا البوليس في الشارع، الا خرجتي تاكل العصا. صافي تاكل العصا، صافي خلصي للدار. لا انايا مسموح لنا زعما نخرجوا، ما مسموح لناش زعما نترينيو بزاف ديال الناس في لاصال. مسموح لنا زعما تكون الا كنتو بجوج بكم، هذيك كاينه، هذيك ما كاين مشكل. داكشي اللي كنديرو، كنتريني مع السعيد قلتك ثلاث مرات في السيمانه، كنترينو غير انا وياه. اليوم الصباح ترينيت معاه سميتو سترينث اند كونديشنينغ ديالي، تا هو كنديرو في روتردام هنايا مع لونترينور ديالي، تا هو بوحدو. ما كيعجبش شي حلو، هو كنبغي نكون مع الناس وتريني مع الناس ودير سبارينغ ودير كلشي. الحمد لله كتجي ناقصه شوي، كتجي ناقصه شويه. بحال اصلا لونترينور فاش كتكون في الجروب كتكون احسن، كتكون حلوه، كتكون مزيانه. يوسف زلال كيشوف اللايف، ها هو الياس بولعيد جبناه. هضرت معاه عليك. مزيان مزيان مزيان. بحال كدا تكون شي حاجه زوينه للابطال ديال المغرب يكونوا كيعرفوا بعضياتهم. الحمد لله. هضرت معاه قبل شي بس معاه مره هكاك في انستغرام، كنكونوا كنهضروا مع بعضياتنا شويه. البارح شفتك مشيت اللايف معاه. و تبارك الله عليه، راه كيدير مزيان الحمد لله. لا تبارك الله، غادي مزيان تبارك الله. دابا تبارك الله عندنا جوج، عندنا المغاربة بعدا في بيلاتور ويو اف سي، يعني شحال هذيك كنا كنشوفوا المغاربة غير في كيك بوكسين. كاينه دابا راه وقت اخر. شفت الدراري دابا في لي ستوري، الدراري اللي في هولندا، حيت بانوا لي كيترينيو في الشارع وداكشي، تعجبت انايا. فهمتي، واخا هي فيها الريسك شويه، يعني خطر دابا في هذا الوقت. خطر شويه كاينه هذيك بحق. واش غدير؟ تبقى غير جالس في الدار وما دير والو، ما ترينيش؟ دابا شويه دابا باغي نكون كنتريني باش هادشي من يفوت نكونوا بعدا عندنا سوفر ومترينيين، نكون عندنا غير شويه الوقت باش نكونوا فايت ريدي باش ندخلوا الكيج ان شاء الله. صح. انت ملي كتجلس الوزن ديالك كيتزاد بالزربه ولا ما عندكش مشكل في الوزن؟ لا كيتزاد بالزربه. ياك كيتزاد دغيا، يقول لي شتي هاد الحنيكات شويه. لا لا لا، راه كاين اللي عنده هاد المشكل، ومنه انا كنجلس بحال هكا واحد 10 ايام صافي كلشي كيتزاد. حنا اصلا المغاربه ديالنا اللي عندهم هاد المشاكل، وعاوتاني اش غادير؟ عندنا المرقه، عندنا الطاجين، عندنا وعندنا كلشي. كتجي هنا عند الوالده تجي تبغي تاكل، كتسيب كلشي موجود. عرفتي فيما كنكون انا كنطيح في الوزن والماتش ديالي، كنجي عند الوالده كل مره كتشوف لي كتقول لي مسكينه كل غير شويه، هذه غير من عندي كل شويه كاينه. ايوا ما عندك، الله يخليها لك. هي مسكينه ما غاديش تفهم واش عندك بطوله ولا شي حاجه، المهم خصك. لا عارفه، من صغري وانا زعما في رياضه الكيك بوكسين، ودابا في الام ام اي راه عارفاني زعما. الحمد لله بدا راه سيرست شويه بعدا.
ولكن اللي عجبني انا هو داك الكرسي اللي جالس فيه فرعون صافي. لا ما تقولش هكاك حشومه صافي. قال لي جيتي مزيان ولا لا؟ جيتي واعر جيتي واعر. شكرا مزيان مزيان. انا حدايا هاد الحيط كيدوخ ما كاين مشكل. هذا شوفوا في كرسي زوين. يا دونك مرحبا بكاع الدراري اللي كانوا باغين الياس بولعيد. هو الياس كاين بزاف ديال الدراري سيرتو في الكيك بوكسين كتعجبهم، يعني كاين اللي كيقلب ستوريات ديالك والفيديو ديالك باش يتريني بحالك بحال الستيل ديالك. مزيان ايوا هادشي زوين الحمد لله. بدا هادشي كان كنفرح باش نسمع شي حاجه بحال هكا. وعاوتاني بزاف ديال الميساجات اللي كيصاوبوا لي في الانستغرام بالتريناج وداكشي ملي كنحط انا شي حاجه كدير شي كومبينيشن ولا شي حاجه. بزاف ديال الدراري كيبغيو يديروا بحال وكنا كنشجعوا بعضياتنا شويه ياك. انا كنشوف نهار الكومبا الاخره فاش لعبتي راه ما كذبش عليك راه داك النهار داز عندنا فيه العصاب والله العظيم. كلشي سيرتو دابا كنقولوا الناس راه الكومبا دابا راه كاينه مع العشرة مع التسعة مع الحداش، لان كيجي كيكتب لك وانت كتكذب عليه راه فين هي الكومبا ما كاينه لا كومبا لا والو. ولكن من هادشي كامل كيقول لك باللي يو اف سي كانت دارت واحد يو اف سي بلا جمهور، يعني قال لك اول ايفنت كيتلعب بلا جمهور. انا قلت للدراري اول واحد كيلعب في الكونفينمنت بلا جمهور هو الياس بولعيد، اول واحد كيلعب كومبا بحال اللي كيذكر. والله لا لا داك النهار داك النهار داك النهار عرفتي داز داز عليا ماشي مزيان والله الا ديروا لافيت في ما كرهتش عاود لينا مزيان على داك النهار. باش نوقع انا كنت غندابز حيت عندهم زعما بارديتات الاولين الماتشات الاولين عندك زعما واحد ايفنت كيكونوا زعما في التلفزيون في اوروبا وفي الانجليز وداكشي، وانا كنت غندابز الماتش الاخر. صافا شنو اللي كيوقع مع التلفزيون وداكشي عندهم الوقت زعما غير قليل، وفي ذاك الوقت هما كيقولوا زعما غيطيحوا جوج ثلاثه ديال كاوس باش زعما ذاك الوقت ما يكون شيء بزاف. الساعه ذاك النهار سبحان الله ما زعما حتى واحد ما يطيح كا وكل شيء زعما لعب الماتش ديالو ثلاثه ضد رواند. وفي الاخر انا كان عندي الماتش الاخر صدقت زعما ما كانش عندهم الوقت مع التلفزيون. ايوا انا كنت بريباري كل شيء كنت عاد خارج صافي راه كنت غادي باش نمشي. وجاو عندي قالوا لي شوف سمح لنا هادي لا لا هادشي اللي وقع وخصك تسنى شويه. داكشي هادشي وقيلا وقع مع السبعه قول السبعه الليل هكاك، وانا مع داك الخمسه هكاك كنت انا في الارينا جيت تما حضرت ودرت بريباريت راسي. ايوا هاديك السبعه قلت مع راسي صافي واخا كاع نص ساعه ساعه شحال كاع. عاوتاني هكاك جاو عندي قالوا لي غدا بز زعما دابا جوج ثلاثة ديال الماتشات غدا بز إلا طاح هدا نوكاوت نتا لي غدخل وهكا هكا هكا هكا. بعدا أصلا حصل فيا أنا شي حاجة خايبة عمرينا في حياتي بعدا ما وقعت لي شي حاجة بحال هكا. تخربقتي في الدماغ ديالك. تخربقت مرة عرفتي تخربقت مرة في الأخر دابزت مع الوحدة الليل. كنت غنلعب مع السبعة لعبت الوحدة الليل وشي جوج ولا ثلاثة المرات وأنا كنسخن باش ندخل وكان قالوا لي نعستي وفقتي بصح. والله الا هادي كاينه نعس دابا. انا كنت جالس تما وكنشوف في لونطريمون ديالي كنقول ساعد كنقول دابا اش غندير كنقول حتى ماشي العيا زعما كتكون بريباري كتبغي تخرج كتجي كتشري لك شي حاجه زعما باش صافي راك موجد راك خارج راك غادي باش تلعب. وفي الاخر عاوتاني كيقول لك لا ايوا واش غدير واش غتبقى قابض داك الحساس ولا تخليه يمشي. انا ما عرفتش انا شنو ندير انا عمري ما وقع لي بحال هكا. سقسيت وخدو ساعد قلت دابا شنو غندير واش نخلي راسي هكا ولا نريح شويه. قال لي علاش غدير الياس؟ قال لي سير تكا واحد شويه. قال لي نعس واحد شويه وتيكون الوقت غنوضو راك مبريباري راك ترينيتي راك مزيان صافي راه غنديرو خدمنا. داكشي اللي درنا زعما الحمد لله واخا هادشي داز ماشي مزيان حطينا كومبا واعره وكومبا زوينه. والناس ديال الدراتور بريزيدان جا عندي قال لي زعما طلب من عندي المسامحه وداروا معايا مزيان والحمد لله زعما ما عندي ما نقول من دابا بعدا عمرها الحمد لله غادي ربحتي وصافي هذاك هو الربح. هذيك هي يعني واخا وقع داك الشيء مهم ماشي شي مشكل كبير لحقاش اللي كانت عليك وعلى الخصم ديالك يعني ماشي غير عليك بوحدك كاينه يعني حتى هو كان عنده نفس المشكل. عرفتي دابا شنو هي؟ الا شتي داك الماتشات اللي كانوا داك الليله ما وقع والو زعما والو شي حاجه اللي تقول
ماتش زوين مش حاجة. الماتش اللي كان جاون عندي وقالوها لي من الاورجانيزيشن بيلاتور، خليها الماتش الواعر اللي كان هو هذا الماتش ساعة حيت ما كانش الوقت، داروا الماتش ديالي تان الاخر هي حيدوا الناس كلهم كل شيء خرج تما عاد انا فين 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 لعبت. فانا اقول لك صراحه انا ملي خرجت وانا شفت داك الشيء ما حسيتش براسي مزيان، كنقول اش هذا الشيء هذوك الناس اللي كيكونوا تماك و ما عرف داك داك الجمهور كيعطيك شي شي انرجي شي حاجه شي حاجه كيعطيك انرجي ضروري. الحمد لله كل شيء راه داز مزيان. اكس اكسبيريونس كتبقى اكسبيريونس في الحياه ديالك وصافي. كاينه يا سعيد البداوي حتى هو تبارك الله كنشوف كيضرب تماره بزاف مع الابطال كيخدم بزاف. ممكن تهضر لينا على سعيد البداوي؟ على سعيد شكون هو بالنسبه لك؟ كيفاش كيبان لك داك السيد سعيد؟ ما كاينش بحالو تبارك الله عليه، و هو لونطريمور ديالي ديال بزاف ديال الدراري مزيانين. الياس انا حتشي حميشه دراري بزاف عطي الوقت عاوتاني اللي كي انا هو اللي انا ماشي غير لونطريمور. لونطريمور انا راني معاه هكا زعما راه كنهضر معاه مزيان، كنحنا مزيانين كل نهار كنهضروا مع بعضياتنا زعما كي غتقول التفكير ديالي وديالو زعما في هذا السبورت بحال بحال، وهذيك هي على داك الشيء كان ولا شتي زعما الماتشات ديالي اللي كنت كندابز قبل ما كنت كنتريني مع سعيد، ودابا فشي شكلها عرفتي هو اللي هو اللي دار لي. و زعما انا بالنسبه لي انا كي كنت كي كندابز دابا عرفتي راه دار لي بزاف، دار لي بزاف وعاد باقي كاينه بزاف ان شاء الله اللي غنوصلوا له. هادي الحمد لله رحنا غادي مزيانين حق سعيد الحمد لله تبارك الله. هو ما كيجلسش كاع يعني كتلقى السلام مع الكومبا عاوتاني كيمشي لعند النحاش النحاشي عاوتاني كيعاود يمشي لبلاصه اخرى ما كيجلسش كاع ما كيجلسش راه ديما معنا. الحياه العائليه يعني بعد ما تزوجتي وداك الشيء كما كنتي قلتي لي يعني هذه شي حاجه كتساعدك بزاف على داك الاستقرار. تبارك الله دابا عندك وليد وبنيته. عندي وليد وعندي بنيته. كيفاش تكون تصاور؟ تزوجتي بكري تقريبا على شي 20 عام هكذاك؟ عندي 20 عام ما تزوجت. ولدي دابا تقريبا داخل في 3 سنين وبنتي دابا عندها عام ونص تقريبا. تبارك الله. كنا هضرنا شحال هذه وكنت هضرت معك على القضيه ديال الامامه وقلت لك بلي انت عندك نيفو كبير بزاف في الكيك بوكسين، ولكن مثلا ملي شفنا الياس بولعيد فاش كان داير داك الفوكس ديالو داك التركيز ديالو غير على الكيك بوكسين كان مجهد بزاف، ولكن صراحه الدراري اللي تفرجوا في الكومبا ديالك من بعد ما كنتي كدرين الامامه قالوا بلي الياس نقص واحد شويه، يعني واش كان التركيز ديالك بزاف على الامامه وشنو اللي زدتي فوق الكيك بوكسين باش تمشي للامامه؟ لا دابا شنو هي الرياضه ديال الامامه شي حاجه في شي شكل مره من على الكيك بوكسين. دابا اول حاجه اللي قالت لي كتكون كدابز بهم كيكونوا كبار زعما كبار شويه في الكيك بوكسين، في الامامه راه تقريبا كتلعب غير بيدك هكاك غير فيهم غير شي حاجه قليله باش ما تهرش يدك دغيا. هذيك هي الدقه اللي كتجي كل دقه تقدر تكون دقه قاضيه تقدر تكون كاو تقدر تكون كتلعب ثلاثه درواند هذا راه ما ثلاثه درواند ديال خمسه دقائق ما بقاوش دابا ثلاثه درواند ديال ثلاثه دقائق، تقدر تكون كتربح ثلاثه درواند 14 دقيقه وفي دقيقه الاخر سيكوند تمشي لك الفوكس ديالك طاح فيك دقة طاح صافي. هذه هي الرياضة ديال الأمامة. شحال من مرة كتوقع كتشوف الدراري كيكونوا غاديين مزيانين كيطيحوا كاو غير بوحدة، وهذيك هي الحاجة راه هذيك الأمامة شي حاجة في شي شكل. عاوتاني تا الوقت اللي كاينة عندك خمسة دقايق في الروند ماشي ثلاثة، كي غدير إلا عندك ثلاثة درواند ثلاثة ديال الدقايق تقدر تعطي داك الشيء كله في ديك ثلاثة دقايق، وعندك غير حاجة وحدة اللي دير فوكس هي ستاند اب. غير الكيك بوكسينغ راه بلا ما تشوفو غيمشي تيك داون، بلا ما تقول في راسك إلا جيت لعندو راه غيقدر يأذيني، حيت في الكيك بوكسينغ إلا درتي هكا بيدك ما يقدرش يأذيك راه غيضربك في يدك. الأمامة ما كايناش إلا درتيها مرة مشيتي فيها صافي. كيكون حتى داك العيا اللي طحتي مع شي واحد عنده المصارعه وكان شدك ولا شي حاجه كي
الا بقيتي كتقاوم كيمشي لك كتعيا بزاف يعني حتى داك السوف اللي غادي يكون عندك باش غادي دابز مزيان في الكيك بوكسين كيمشي. هذا هو الفرق تقريبا بالامامه والكيك بوكسين. الكيك بوكسين كتقدر تقسم الجهد ديالك ولكن في الامامه ما تقدرش. كاينه هذه كاينه الامامه ماشي حاجه فشي شكل بزاف وفيها الوقت عاوتاني باش تقبض هذا الشيء 100%. حق الحمد لله راه دابا عندي جوج ديال الماتشات في البيراتور راني غادي مزيان. هاد جوج ماتشات كانوا زعما مزيانين كنشوف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله مخير ان شاء الله تمشي بعيد في البيلاتور. علاش لا ان شاء الله نشوفك مستقبلا بطل ديال البيلاتور من بعد اليو اف سي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للخدمه ديال الجوجيتسو داكشي مازال كتريني بزاف حيت بزاف ديال الدراري قالوا لي حاجه واحده ملي تهضر مع الياس هضر لي على القتال في الارض يعني نهار كنتي لاعب وشفناك في الارض انا كنت كنتسنى الكومبا كامل كنت كنتسنى حاجه واحده الفوق كنت متاكد باللي الكومبا غادي تكون ديالك ولكن ملي مشيتي للارض انا تخلعت صراحه قلت يا ربي السلامه بلا تشوف واش غادي يدير. عرفتي شنو هي دابا قول اكثر من عام دابا وحنا كنترينيو في الارض كل نهار يوميا كنكونوا في الارض غادي والحمد لله راني غادي مزيان مزيان في الارض. بحق حاجه واحده خصنا نعرفوها انا من صغري وانا زعما كيك بوكسر كنلعب كيك بوكسين في ستاند اب ديالي هذيك هي الحاجه ديالي وانا اللي غندير انا الحاجه اللي راني مزيان فيها هي في الكيك بوكسين وداكشي اللي باغيين يشوفوا الناس ما بغينش يشوفوا معاك قبض فيا قبض فيك سيب لي الارض شوف واش غنديروا هكا. لا الناس باغيين يشوفوا البنيه وباغيين يشوفوا الكاو هذيك هي داكشي اللي غندير. اذا جا شي واحد اللي يقدر يديني الارض غنوريكم شنو غنقدر ندير في الارض. اذا ما جاش ما قدرش يديني الارض راه غتحصل فيها دقه وغيطيح. دابا الفرق اللي كاين هو كاينين تبارك الله الابطال اللي كيجيو من هولندا وكيمشيو كيلعبوا في اليو اف سي معروفين عند الامريكان باللي كيعرفوا بزاف الستاند اب فايت ولكن دابا كتشوف كاينين اللي كيمشيو من 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 الامام من هولندا يعني كيكونوا متميزين في الكيك بوكسين ولكن ملي كيمشيو للامام ما كيمشيوش بعيد سيرتو في ديكلو الدق في اليو اف سي بحال مثلا اليسترو فريم مثلا يقدر يكون الوزن ثقيل تقدر تلعب فيه مزيان بالكيك بوكسين ولكن ملي كيكون الوزن خفيف ضروري خصك المصارعه وخصك الجوجيتسو. كاينه يعني دوك الاوزان الصغار مثلا تشوف مثلا اسرائيل اديسانيا راه كان مشى من غلوري مشى اليو اف سي قدر يدي السمطه تقريبا عام لعب 6 الكومبات عام تقريبا هو يدي السمطه يعني تقريبا في الوزن ديالك كنظن ان داك القضيه ديال تبقى معتمد بزاف على القتال في الواقف ستاند اب فايت صعيبه شويه يعني كتريسكي واحد شويه خاصك تخدم على كل شيء. على داك الشيء راني مبريباري راني كنا السبت حتى اليوم البارح في الصباح كنكون في الارض كنتريني راني زعما كنحط بزاف ديال الوقت في الارض وفي الريستلينغ وفي كل شيء والحمد لله راني غادي مزيان هذيك راه بزاف ديال الناس كيصاردوا لي ميساجات وكيسقسوني الياس كي داير الارض ديالك واش كتعرف شي حاجه في الارض كديرها الحمد لله راه نقول لك راه ملي غيجي الوقت اللي غيكون شي واحد اللي يقدر يديني الارض غنوريكم شنو نقدر ندير في الارض وغنفاجئكم زعما ان شاء الله. سيرتو كنلقاو الدراري ديال مثلا داغستان روسيا دابا كثروا بزاف في الامامه كتلقاهم كيجيو من شي بطولات بحال الشكل ديال اي سي بي ما عندهم البطولات تماك بزاف في روسيا دابا حتى في البيلاتور بداو كينتشروا تقريبا بيلاتور فيها تقريبا الابطال بزاف كاينين من اوروبا الابطال ديال اوروبا كاملين ستاند اب فايت ولكن المشكل ديال بصح هو ملي كتتلاقى مع الناس ديال الامريكان كتتلاقى مع الناس ديال روسيا كيكون مشكل كبير ودابا بيلاتور حتى هي بس كتجيب اللعابه ديال داغستان وكتجيب اللعابه بزاف. بيلاتور كيدير كدير مزيان دابا الحاجه وحده ان شاء الله اللي غيوقع الاول فهاد بلاتور باش نربح كل شيء اللي نقدر نربح ومن بعد نمشي نوريكم شنو عندي في اليو سي ان شاء الله. اللي كنت باغي نسولك هو القضيه ديال كان بالي واحد السؤال في التعاليق ديجا كنت باغي نسولو لك سولو شي واحد عاوتاني مشى اخوان اللي يمكن كيطرح الاسئله حيت راه شي اسئله كيسولوهم الدراري كنقدر ناخذ منه حيت كنقرا التعاليق فتقدروا تعاودوهم. بالنسبه للفكره ديال الامامه كيف جاتك الاول باش تنتقل من الكيك بوكس للامامه واش على قبل يعني فيها الفلوس اكثر كما كيقولوا الاغلبيه؟ لا 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 هذيك ما ماشي زعما الحمد لله في الكيك بوكسين كنت كندير زعما مزيان وتا ما بقاتش في الفلوس نمشي في الفلوس راه حتى في الكيك بوكسين راه كاينه الفلوس ماشي الحاجه اللي وقع لي انا
في الكيك بوكسين، بغيت نكون زعما كومبلي، يكون عندي كل شيء، ونكون زعما فايتر كومبلي، يقدر ندير كل شيء. والحمد لله مني في الكيك بوكسين حسيت، وجدت واحد الدرجه اللي حسيت براسي زعما راني كومبلي، راني خفيف، راني كندير مزيان فيها، في القوه في يدي، في رجلي، في كل شيء، في عندي فيها الكاو، الحمد لله غادي مزيان. تا جا النهار اللي مشيت لايرلاند. ايرلاند كنعرف هذوك الدراري تما ديال ماكراغر، وداك لونطريمور ديالو، وداك الدراري كلهم. كنت لعبت واحد الماتش انا بي جي، كنت لعبت واحد الماتش انايا في هولندا، وكان عندي قريب شي 3 شهور ولا 4 شهور ما كانش عندي ماتش، و زعما كنت خديت زعما الوقت الراسي باش نرتاح شويه. ايوا شنو قلت مع راسي، عرفتي شنو ندير؟ مشي تما ياك ندوس مع راسي واحد جوج سيمانات، شويه ديال بحال فاكانس بحق، كون كان تريني بعدا شي حاجه. كنت انا كنتبع شويه داك اليو اف سي، ماشي بزاف بحق، مشي تما بغيت زعما نلعب شويه معاهم في الارض، ندير شويه جوجيتسو، ندير هكا. ايوا قتلوني عرفتي ملي كنت سيفي، ماكيش مولف غادي تفاجئ، ماشي مولف. وانا شنو درت انا؟ مشيت بغيت ندير معاهم جوجيتسو، ندير معاهم كل شيء. ملي كنت زعما في ستاند اب، عرفتي، كنت كنلعب معاهم بحال اللي جالس كنلعب مع دراري صغار وصافي. ملي كنت كنمشي كندير جوجيتسو في الارض وفاستلينغ، عرفتي كي كانوا كيديروا بيا، كنقول مع راسي واو اش هاد الشيء. ايوا مورا داك جوج سيمانات رجع بحال الدار، كنقول واو اش وقع، اش هاد الشيء، راه زعما شي بشي شكل. الناس حاب لي راني زعما كومبلي، ساعه راني كومبلي، واخا راني كومبلي في ستاند اب، في الكيك بوكسي راني كومبلي، اخ كومبلي زعما كومبلي في ندابزا كومبلي زعما الام ام ا، هي هذيك هي ندابزا كومبلي، راني ماشي كومبلي. من تما بقيت كنتبع داك الشيء. هادشي في 2017 اللي بديت اللي مشيت. ايوا من تما بقيت كنتبع داك الشيء بزاف، ملي تبع داك الشيء يعني عجبني نشوف داك الشيء، وبقيت زعما كنفكر بزاف في هاد الشيء. تجا النهار اللي قلت مع راسي عرفتي اش غندير، راه غنمشي نشوف واش عجبني هاد الشيء ولا ما عجبنيش هاد الشيء. عاوتاني رجعت تما، بديت شويه ديال التمارين، شي 4 سيمانات بقيت تما، 4 سيمانات بقيت تما، مشيت كنتريني كندير عرفتي. عاوتاني هكا انا بحالي ما رضيتش زعما اللي في الارض، ما قدرت ندير والو مع داك الدراري، عرفتي ما رضيتش. مشيت رجعت تما 4 سيمانات وانا غادي كنتقاتل تمايك معاهم في الارض ودير وهادي صافي. تجا النهار نرجع بحال الدار، قلت صافي هادي انا بغيت زعما نكون واعر، نكون بطل في الامامه، في داكشي كومبلي، في المدبزه كومبلي. وهاديك هي هكا كيف بدا داكشي. بيلاتور سمعتني بان زعما راني انا كتريني الامامه، جاو سقساوني الياس واش زعما نقدروا نهضروا معاك على هادشي. قلت صافي نجلسوا. مشيت عاوتاني شبروا لي الطياره من هنا من امستردام من ايرلند، مشيت تمايك في ايرلند، جاو تمايك، جلسنا معاهم، هضرنا معاهم، حتى جينا الكونطرا، وداك الشيء كيف بدا هادشي. الحمد لله. تي قلتي لي بلي عييتي وبغيتي تاخذ واحد الراحه شويه، غير هو اللي ما عارفينش بزاف ديال المتابعين بلي الياس لعب كومبات بزاف، تقريبا عندك شي 160 ولا 170. واخا كنتي مازال صغير، راه العجب عاد شحال ديال الكومبات عنده، راه بزاف يعني كان خاصك ترتاح. انا كنشوف لو كان جيتي في واحد الوقت واحد اخر مثلا 2010 كايوان ماكس، كان ربما غادي يكون حسن من النيفو اللي كاين دابا في الكيك بوكسين. ما كتشوفش بلي الكيك بوكسين رجع بزاف؟ كاينه داك الوقت ديال كي وان ماكس في الجابون كان وقت زوين بزاف. وساعة داك الوقت عمرو ما يرجع. انا دابست انا في الكي وان في الجابون بحق في 65 كيلو، وزعما كل شيء 5 سنين مورا زعما البرايم ديال الكي وان. هذيك هي اورجانيزيشن، واحد كيجي الاخر كيمشي، وما عارف كي كيديروا كيطيحوا من السماء. ماشي حتى الاورجانيزيشن، دابا كنشوف حتى الامامه ملي بانت، حيت الامامه راه ما كانتش باينه بزاف واحد 5 سنين. ما كانتش باينه بزاف من نهار جا كونور ماكغريغور طلع في اليو اف سي، وداك الشيء هو اللي تقريبا عطاهم ديك الصوره، يعني الامامه كامله تشارات. ودابا كتشوف مثلا الكيك بوكسين، انا كنلاحظوا دابا غير على ما كنتبع، كنتفرج مثلا في غلوري مؤخرا ولا في وان تشامبيونشيب،
كيجي لي مستوى ماشي بحال كما كنا كنتفرجوا شحال هادي وكنشوفوا ولا بحال الشكل ديال الجوجيتسو. يعني كتشوف البطولات ديال الجوجيتسو في الامارات وداك الشيء كيمشي لهم فايتر من الامام غير باش يطور النيفو ديالو صافي. دابا ولاو كيجيو بزاف ديال الفايترز من الامام كيمشيو للكيك بوكسين غير باش يطور ستاند اب فايت. يعني كتشوف الكيك بوكسين دابا مابقاش مهم بزاف، الامام هي اللي ولات حاكمه. الامام هي اللي حاكمه هذيك كاينه. حتى الكيك بوكسين راه غادي جلوري كيديروا مزيان بحق. انا نقول لك صراحه بعدا كنت كنحب الكيك بوكسين بزاف وباقي كنحب الكيك بوكسين بزاف. انا صافي راه عطيت قلبي عطيتو الامامه. انا خصك دابا تركز في حاجه واحده ضروري تركز في حاجه واحده شي حاجه سميتها وكنشوف واحد القضيه كنلاحظها دابا داك الستيل اللي كان عندك في الكيك بوكسين كنشوف باللي باغي مازال تطبقوا في الامامه ولكن دابا الستيل تطبقوا في الامامه ولكن دابا ماشي هكاك 100% ماشي 100% خصك هادشي راه شي حاجه في شكل. ولا بغيتي كما قلتي لي قاد صغار ما غاديش يقدروا يحميوك كامل. الا بغيتي دير تمشي دير كيك بوكسين بحال كيديروا الناس كيك بوكسين في شنو سميتو في الكيج في الام ام ار راك فيتي فيها. صح صعيبه شويه صعيبه بزاف. هذاك الشيء علاش ضروري كان عليك باش تبدل الستيل واحد شويه. يعني تحاول ان الستيل تاع المحلول واحد شويه باش تقدر حتى الا كان مثلا شي هجوم ديال المصارعه شي واحد بايدير لك شي تيك داون ولا شي حاجه يعني خصك تكون موجود. اما الا بقيتي في الستيل ديال الكيك بوكسين واقف مجموع يعني غادي يقدر بغي ساهل باش يطيحك. كاينه بحال قلتي شنو هي حتى في الام ام ولا في بيلاتو ولا في اليو اف سي الستيل ديالي ما كاين حتى واحد زعما اللي كيلعب بحال اللي كندير انا خفيف ودغيا داك الكومبينيشنز ملي كتشوفهم يدوم كيف كتمشي واحد واحد جوج صافي قول كاع ثلاثه دقات وصافي هذيك هي. الا شتي انا الماتشات ديالي راه مره كنتسنى كيخرجوا 7-8 با 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 كتجي لهم شويه في شي شكل. حتى الناس في الامام ملي كيشوفوا داك الشيء كيقولوا واو كيفاش هذا الشيء. وهذيك هي انا الحمد لله الستيل ديالي في الكيك بوكسين دخلته دابا في الامام بالحق خصني نشانجي شويه. هذه الفكره تقريبا اللي بغيت نقول لك خصو يزيد خصك تزيد تركز على الامامه وتلقى واحد الستيل جديد ديال الياس بولعيد ولكن في الامامه. ولكن في الامامه الحمد لله رحنا غادي مزيان. عجبتني ديك القضيه فاش كنتي فاش ربحتي وبقيتي كتحتفل كتنعس في الارض بحال هكذا. والله الا نقول لك الصراحه امين هذيك ما عرف في ذاك المومنت جاتني الراس ودرتها وما عرف عرفتي هذيك شي دار العالم كلشي شافو يعني كنت فرحان عاوتاني الماتش الاول ديالي في الام ام ا عاوتاني دخلت الام ام ا بواحد الكي او بحال هكاك راه جات كلشي زعما شويه غريبه والحمد لله راني زعما راني فرحان كيما غادي دابا. الله يوفقك ان شاء الله الله يكمل عليك بخير. جيتي للمغرب مؤخرا كنت شفت الستوريات ديالك انت وعثمان زعيطر مشيت وقيله في هاد 7 شهور ولا 8 شهور مشيت وقيله للمغرب شي 5 ولا 6 مرات. وما خليت فيما مشيت مراكش مشيت الرباط مشيت لطنجة مشيت رجعت بحال القصر الكبير مشيت دورت زورت الفاميليا وداك الشيء عرفتي دورت المغرب كله. إلياس شويه كنتمنى ان الصوره والصوت يكونوا واضحين حيت مره الكونيكسيون كتمشي ليك ولكن ماشي مشكل ملي غادي تسال اللايف غادي تسجل غادي يكون مزيان. حاول النصائح ديالك للدراري ديال المغاربه اللي باغيين يديروا الامامه شنو خص يكون عندهم باش يقدروا يدخلوا الامامه حيت هاد الامامه راه ولات السيل تقريبا كلشي ولا كيشوف الامامه كما قلت لك بوكسين مابقاش الحلم ديال الدراري بزاف دابا كيشوفوا كما قلت لك كونور ماكريغور حبيب دابا الشهره اللي عنده يو اف سي كلشي ولا باغي يقاتل في الامامه في المستقبل. الحاجه اللي نقدر نقول لهم تريني مزيان تريني دابا الامامه فيها ثلاثه الحوايج في الجوجيتسو في الارض فيه ستاند اب الكيك بوكسين وفيه زعما ما بين داك الشيء كاين الريسلينغ كاين زعما التعبيزه مصارعه. اها لكن التعبيزه جات حسن
طابي سجا زوين تشرب اكثر زوما زيانة يا كان ياها ديك تعويزة ولا لا ولا كان تحك علي حشوب علي كان تحك علي ولكن شوف تعويزة جات بالدارجة المصارعة باللغة العربية صافي واخا هادي هادي اللي غنعاودها للوالدة خدام غضحك عليا وقيل صافي سير كمل ما فيها والو بعدا ما فيها والو بعدا التريناج خصو يكون فوكس في الكيك بوكسينغ في الجوجيتسو وفي الريسلينغ ثلاثة بهم وفي الاخر عاد حط داكشي ثلاثة بهم مع بعضياتهم خصو تكون خصو يكون عندك شوية من كل حاجة بالحق حاجة واحدة خصها تكون بيرفكت ولا علين بيرفكت هذيك هي كيما التريناج وصافي هادي راه فيها الان ما فيها بزاف 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 الوقت فيها بزاف الوقت انا عرفتي من كان عندي 5 سنين اللي بديت انا في الرياضه ديال الكيك بوكسين وزعما عندي زعما داك الحساس وداك داك الشيء باش دير ريستلينغ داك الشيء حتى انا كيخصني الوقت عرفتي 3 شهور 4 شهور الاولين اللي كنت كنتريني الام ام فول تايم راه كل نهار كنت كان غير سبمشنز وصافي الحمد لله عاد قول عاد على شي 6 شهور ولا شي حاجه عاد ميك فين بديت زعما كنعرف حوايج و تعلم مع الوقت تعلمت مع الوقت الحمد لله ولكن ملي كتلعب راه كومبا بعد كومبا كتستافد حوايج يعني تعيا ما توجد تعيا ما تريني ولكن ملي كتكون في الكيج راه ديك الساعه هضره اخرى شنو الهدف ديالك في المستقبل الياس شنو كتشوف من هنا مستقبلا شنو باغي دير في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله دابا في دابا ما كندبس بيلاتور ما نعرفش غنبقى في بيلاتور ولا في نيوسي هذيك غنشوف انا راه بعدا غادي الحوايج اللي باغي ندير كل ماتش كل واحد اللي غايجيبو لي باغي 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 نربح وباغي نربح بالدقه القاضيه بالكاو و باغي زعما نولي احسن في الجوجيتسو في الريستلينغ وفي كل شيء و الصدى واخا تكون في بلاطور ولا تكون في اليو اف سي بعدا باغي نكون احسن فادر ويت في العالم ان شاء الله اللهم يسر انا شنو باغي نعرف منك داك الكومينيكيشن اللي كانت بينك وبين مايك تايسون عرفتي صاحبي مايك تايسون واو هذاك الفيديو راه جاب الملايين في اليوتيوب جاب الملايين في فيسبوك في انستغرام عرفتي لا ما مشيتش كنلقى ديك اللقطه ديالك انت في شكل داك النهار كله كان في شي شكل والله سبحان الله كنا تما وانا الا سقسيتيني الواحد اللي بغيت نشوف واللي زعما كان كيعجبني بزاف ومن صغري كنت كنتفرج له عرفتي هو زعما الليجند ديال الليجندز هو مايك تايسون سبحان الله مشينا تما كنا انا وعثمان واحد الدري صاحبنا مراد حتى هو كان معنا ايوا ملي جينا تماك حنا كنا جالسين كنضحكوا كنهضروا عرفتي بحال اللي يقول بحال اللي كنعرفوه ما نعرف شحال جالسين مع بعضياتنا كنهضروا كنضحكوا كنسقسي شي 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 سؤال على 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 على, 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 على البوكسينغ وعلى داك الشيء في الاخر حنا جالسين هو سقسيتو شي سؤال هو يقول لي يلا نوض اجي نوريك يلا انا نوض كنت مفاجئ كنقول مع راسي واش وقع شعور نوض انا نوض عثمان مراد وسبحان الله في ذاك المومان ذاك صاحبنا مراد قبض التليفون ديالو بقى يسجل و سولته سؤال وراني باق دير هكا وعامل التليفون ديالو في يده هكا صافي راه غير زعما غير باش جات عفويه جات غير هكاك كملنا النهار عرفتي بقى شي جوج سوايع ولا جوج سوايع ونص حنا جالسين تما ضحكوا عرفتي كلشي كان عرفتي زوين مشي للدار داك الدري مراد وانا ماشي انا ولا عثمان اللي حطينا داك الفيديو دابا صاحبنا مراد وما زعما ما كيدابش زعما ما كيعرفوش حط داك الفيديو صافي من داك النهار عرفتي في الصباح حط داك الفيديو بالليل كنشوفو عرفتي دار الميريكان كله دار الميريكان كله دار المغرب دار عرفتي العالم كله عرفتي شحال ديال الناس عيطوا لي انا في التليفون كيقولوا لي ياس واش انت هذاك اللي مع مايك تايسون ولا كل شيء عرفتي راه درت بومبا تفركعت في شكل درت غير في يوتيوب عندي تقريبا غير في المغرب راه قريب المليون راه فيه شي 800 ألف والفوق باش تشوف
انت تصدمتي فاش شفتي مايك مازال بداك مازال بداك الخفه ومازال بداك التكنيك في شي شكل عرفتي 53 عام وراك شتي شنو شنو ورا تما تاريخ صاحبي هذاك راه التاريخ ديال الفوكس هذاك واو 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 وعرفتي ملي كيوريني داك الحوايج وكي داك اليدين ديالو كيديروا ها عرفتي كان كنحس بحال شي ما عرفتش شكل والله الا شي شكل شي شكل لا يتمان عنده واحد الهضره حتى هو واحد ستيل بوحدو لا بوحدو بوحدو عطيك هضر هو بحال تا هكا ومازال فيه الانرجي هو فيه الانرجي بزاف عاتب بصحتك زعما هذيك اللحظه كيتمنها اي مقاتل كيتمنى هذيك اللحظه ومزيان كانت عندك فرصه تبارك الله تلاقيتي مع بزاف ديال المقاتلين بحال الشكل ديال جيجي بحال الشكل ديال هنري سيهودو والعابه ديال يو اف سي تلاقيتي علي عبد العزيز دونك هادشي شي حاجه اللي غادي تعاونك بزاف في الفيوتشر ان شاء الله في المستقبل تلقى واحد المساعده كبيره يعني ملي كيكون عندك اصدقاء في داك الدومين راه داك الشيء اللي كيبغي اي فايتر في العالم داك الشيء اللي كيبغي كاينه الحمد لله العلاقه ديالك مع عثمان زعيتر لان بزاف لاحظوا انك وليتي مع عثمان زعيتر بزاف كنشوفو في الستوريات ديالو في الستوريات ديالك لا هذاك الدري عرفتي راه بحال خويا والله الا كنحسبو خويا هو وابو عمر ثلاثة بهم حق انا وعثمان عرفتي دورنا الميريكان كنا شي ثلاثة سيمانات وحنا مع بعضنا في المغرب في الميريكان دوزنا لوس انجلوس لاس فيغاس نيويورك عرفتي لا عطيت تبارك الله عليه وعاوتاني تاهو كان وقت زوين او زوين والله الا عطيت دوزنا زعما عثمان تبارك الله تاهو كنتمناو ليه التوفيق والوزن ديالو صعيب تا هو كنت هضرت مع يوسف زلال لاحظنا على عثمان انه كيعتمد بزاف على الجهد كيعجبو يضرب بالجهد بزاف بحال اش نقول لك تبارك الله راه عنده باور في ديك اليدين وراك شتي النوكاو عنده الباور عنده النوكاوت ولكن بحال هذا النيفو في اليو اف سي هو تبارك الله راه كيعاون يعني الا قصتي الا دقصتي الخصم ديالك راه غادي طيحه في البلاصه ولكن المشكله فين كتكون الا مشاو لي روند وعيا راه تما كيكون مشكل كبير لا وانا نقول لك علاش عثمان ما كاين الدراري قلال بحاله هو اللي عندهم القلب اللي عنده هو القلب في الفايت راه ادرينالين بزاف داك بزاف والقوه بزاف وان شاء الله راه غيوصلها كيبغي يقتل بنادم خاصو داكشي اللي كيدير والله شي حاجه زوينه مؤخرا ما كناش كنشوفوها بزاف شحال هذه هو الابطال المغاربه اكثر في البطولات يعني كنا كنتفرجوا كنشوفوا غير يعني الناس ديال الاوروبيين الامريكيين ولكن دابا ملي كتشوف تبارك الله مغاربه ولاد بلادك تما فداك المستوى راه شي حاجه كتشرف والله وخاص ان شاء الله يعني حتى في المغرب يعطيو شويه الاهتمام لهاد الابطال اللي كاينين برا يعني ماشي غير الكره ولكن خصنا نشوفوا حاجه برا لا ان شاء الله هادشي حنا حتى المغاربه ديالنا راه حنا كيديروا مزيان في الكيك بوكسين كانوا كيديروا مزيان ودابا حتى في الامامه راه بدات راه عندنا ابو عثمان ويوسف في اليو اف سي كاينه جوج ولا ثلاثه دابا في بيلاتور راه حنا غادي دابا اللي غايوقع الدراري الصغار دابا اللي كيشوفونا حنايا غادين حتى هما غيبداو في الامامه بحال اللي قلتي وهذيك هي عاوتاني الجينيراسيون الجاي اللي غيكون جاي هذوك عاوتاني غيكثروا المغاربه ديالنا في هذه الرياضه الامامه كنتمنوا ان شاء الله حتى واحد الحاجه الا كتشوف المستوى ديال الدراري في المغرب فتبارك الله واخا الناس يعني غير في المغرب ماشي برا ولكن كانوا جاو مدربين شحال هادي من برا عطاونا تكنيك الدراري اللي كاينين دابا كنشوفوا مستويات اللي كبيره بزاف يعني كنتمنوا ان شاء الله في الامامه ان زعيتر كان شحال هادي قال باللي غادي يدير الجامعه الملكيه ديال الامامه ديال القتال الحر فهو دارها ماشي عاد غادي يديرها كنتمنوا ان شاء الله تبدا كتخدم قريب لانه بصح الدراري في المغرب خصهم المساعده ماشي بشي حاجه وما خصهم غير اللي يعطيهم فين يلعبوا اما المستوى في المغرب انا عارف شنو كنقول واخا كنشوفوا الدراري برا في هولندا كيلعبوا مزيان ولكن تبارك الله في المغرب الدراري عندهم واحد المستويات كبار بزاف لكن انا لاحظت هاد المرات اللي كنت انا في المغرب اكثريه في الرباط بزاف ديال الدراري فيما كنا غاديين كيجيو عندنا وكيسقسيونا حوايج زعما كلشي كيدرب كلشي كيدير الامامه ولا الكيك بوكسين ولا هادي حاجه مزيانه وان شاء الله الا كان عندهم الايفنت تما في المغرب هادشي ان شاء الله غيوقع النيفو عاد غيطلع
ان شاء الله داك الشيء نشوفوا بطولات هنايا في المغرب ديال الامامه، ونشوفوا حتى الابطال المغاربه كيحضروا هنايا في المغرب يتفرجوا باش يعاونوا دوك الدراري، يعني نشوفوا شي حاجه بروفيسيونيل، لان دابا عينا بزاف من ديك الناس غير كتريني ومن بعد كيكون عندها المستوى زوين وكتوصل لواحد الوقت صافي كيشوف داك الشيء ما عطاهش كيمشي كيتبع قرايته ولا شي حاجه، يعني بغينا نشوفوا ابطال كيخرجوا من المغرب كاين يعني تبارك الله كما كانت غير شويه الجاليه برا وكيطلعوا منها الابطال، فانا كنظن لو كان غير شويه الامكانيات من اللي كاينين برا يكون هنا في المغرب غادي نشوفوا شي 70 الياس بولعيد في العالم، 30 بدراري نشوفوا شي حاجه زوينه ان شاء الله. ان شاء الله داكشي اللي بغينا غير الرايه ديالنا تبقى الفوق وصافي ان شاء الله داكشي اللي كاين، كنا مغاربه ديما مغرب وديما كما قلتي ديك الرايه تبقى الفوق. دابا حاجه اللي غادي نخلي الدراري هما اللي يسولوا، كنظن سولت بما فيه الكفايه، فنشوفوا الاسئله ديال المتابعين، اللي عنده شي سؤال يخليه في الكومنتير كنقرا الكومنتيرات دابا، السؤال اللي غادي نختاره غادي نطرحه على الياس، تفضلوا بالاسئله ديالكم. كيسولوك على الكومبا ديالك الجايه، ما عندكش شي اخبار نعم وفوقاش؟ مور هاد الماتش الاخر جاو الحديث سقساوني نلعب 16 ماي قبل ما جا هاد كورونا داكشي، بحق 16 ماي غتكون في رمضان، قلت لهم لا، كنا كنهضروا على الاخر ديال شهر 6، كنت غنلعب الماتش الاول ديالي في الامريكان، بصح دابا مع هاد كورونا داكشي راه حبسوا كلشي، يا دابا راني جالس كنتريني وان شاء الله انا ما بغي زعما مور هذا غير يتسالى هاد الشيء ان شاء الله ندخل الكيتش دغيا ان شاء الله. غير باش نحاول نطرح اكثر عدد من الاسئله، الياس حاول تجاوب في قل من دقيقه، في كل سؤال جاوب عليه قل من دقيقه. واخا علاش ما لعبتيش في جلوري؟ يعني كاع الدراري ديال الكيك بوكسين عندهم الحلم في جلوري، انت ما لعبتيش في جلوري علاش؟ هضرنا معاهم ما وصلناش زعما باش نديرو الكونترا. الشينوا تما في 65 كيلو الوزن ديالي تما احسن لاعبين، وانا مشيت لشينوا جاب كونترا احسن وزوينه، والدراري الواعرين في ذاك الوزن كانوا تما على داكشي. عندك شي علاقه مع كونور ماكريغور؟ قلت لك هضرتي معاه تلاقيتي معاه؟ تلاقيت معاه تريت معاه كنعرفوا بعضياتنا، هذيك هي ماشي زعما علاقه زعما اصحاب ولا شي حاجه، لا المهم عادي يعني كاين كانت كوميونيكيشن صافي. انت عندك علاقه مع المدرب ديالو كافانا هو اللي كيحضر معاك الكومبا؟ هو اللي كيحضر معايا الكومبا وراني مزيان معاه، هو اللي زعما يعني هو اول واحد اللي دخلني لهاد الامامه اللي وراني هاد الامامه. شكون هو الايدول ديالك في الامامه؟ شكون لك احسن مقاتل عندك في الامامه دابا؟ اسرائيل ادسانيا. علاش؟ حيت هو توجه بالكيك بوكسين واللي دار هو في عام تبارك الله عليه راه دار حاجه زوينه، ونتمنى ان شاء الله دير حسن منه اخويا الياس. كلشي ساهل كنشوفوا دابا، حتى سمعتي داك اليكس بيريرا تبارك الله عنده واحد النيفو كبير في جلوري، حتى هو غادي يمشي لليو اف سي، هضرت مع اليو اف سي بصح حتى هو مشى لليو اف سي. اي غادي يمشي لليو اف سي، هادشي اللي قال البارح هضر مع يو اف سي غادي يمشي. هو قال لك اصلا عنده الجوجيتسو، عنده كيترين مع البرازيليين، راك عارف اصلا البرازيليين كلهم عندهم جوجيتسو، هذه غتكون شي حاجه واحده. عرفتي بيريرا اللي جمع بين داك النيفو اللي عنده في كيك بوكسين والجوجيتسو، غادي يكون شي واحد خيالي في يو اف سي. غيكون كاينه بزاف اصاحبي، داك خاينه بزاف كاينه. اوكي تفضلوا الاخوان بالاسئله ديالكم، انا مازال كنقرا الاسئله في التعاليق. بزاف واحد السؤال هنايا مهم، كاينين الدراري اللي مترينين مزيان ومازال ما دخلوش الاحتراف، واش 25 عام 26 عام يعني كافيه باش يقدر يدخل الاحتراف ولا غادي يكون تعطل؟ 25 26 يقدر، علاش لا؟ الا بغيتي شي حاجه دير شي حاجه دير راسك فيها وشي غير زيد مع الطريق، و الا حطيتي زعما الراس ديالك في شي حاجه راه غديرها ان شاء الله، غير خصك تثق في راسك وتثق في نفسك. سؤال، شنو الراي ديالك في المقابله الاخيره ديال بدر هاري ضد دريكو؟ شنو هي شنو
الراي ديالك في الكومبا الاخيره ديال بدر هاري ضد ريكو. ايوا اش غنقول لك، راه كان رابح وحط شي حاجه زعما واعره ساعه وقال له شي حاجه الجري تقصح في رجلو، اش غدير نكتب له صافي اش اللي كاين. إلياس تبارك الله اللهجة راه تحسنات عندك على المرة اللي فاتت، راك كتهضر دابا بالدارجة مطلوقة بزاف. الحمد لله احنا غاديين. واحد السؤال عاوتاني قال لك، يعني إلا كان البداية ديال الاحتراف ديالهم في أوروبا في الكيك بوكسين ولا في شي رياضة، واش يقدر يعول أنه يعيش غير من داكشي اللي كيربح من السبور، ولا خصه ضروري يلقى خدمة باش يعول راسه؟ لا كاينة دابا عاوتاني قلت في هادشي، كاينة النيفوس الواحد زعما اللي كيدير شويه وماشي معروف وما ما كيربحش بزاف، راه ضروري خصو ما يقدرش زعما يعيش من هاد البوكسين ولا شي حاجه. ثاني كاين الدراري اخرين اللي زعما كيحطوا الناس كيعرفوهم وكيربحوا وكيتشهروا غادي مزيانين، هذيك هي خدمتهم. انا هذه هي خدمتي، انا كنفيق في الصباح كنتريني في الصباح كنمشي للدار كنعس شويه كناكل مزيان كنكون كنبريباري راسي عاوتاني باش بالليل نمشي نتريني، هذه هي الخدمه ديالي والحمد لله. انا الصراحه الحاجه الوحيده اللي كنتمنى هي نتعلم الهولنديه لانها تنفعني بزاف باش نعرف شنو كاين تما في هولندا والابطال. يعني شحال مره كتشوف شي حاجه كنبقى نتسنى الدراري كتصيفط ليه ميساج فوقاش غادي يترجم لك، ما كرهش نتعلم الهولنديه دغيا واخا صعيبه. ايوا الا كان شي حاجه صارت لي انا نترجم خير على الله مشات. اوكي اخوان، انا غادي نحاول نقرا الاسئله ديالكم اللي باقي عنده شي سؤال. شكرا بزاف خويا الياس على الوقت ديالك وعلى الله يحفظك. الله يحفظك. تبارك الله الكومنتيرات زوينين، الدراري كاملين كيشكروك وكيحيوك كلشي كيسلم عليك. الحمد لله شكرا بزاف تعاوتاني من هاد المحبه من المغرب. راني كنحب المغرب بزاف وراني مغربي، وخا ساكن هنايا في هولندا راني مغربي وكنطلع الرايه ديالنا راك عارف. الحمد لله ان شاء الله ضروري خصنا نديرو شي وقيته نهار ديال المغرب باش الدراري كاملين يشوفوك. يعني هذا ان شاء الله نديرو شي ميتينغ ان شاء الله باش الدراري يتلاقاو بك. فين مدينه انت؟ انا ساكن في الصحراء في طنطان، ولكن تقريبا يعني كنمشي للمدن الداخليه بزاف باش كنمشي للشمال. يعني في اي بلاصه كنمشي لها. مزيان دابا راه كلشي سهل تبارك الله في المغرب، لو توروت كاينه يعني في اي بلاصه بغيتي تمشي راه كتمشي. المغرب ديالنا زوين توحلت. من اين مدينه وشحال في عمرك؟ ماشي مشكل نعاود هذا السؤال واخا انا عارف ولكن كاين لك الضياع. لا انا عندي 24 عام ان شاء الله، باقي لي جوج سيمانات غندخل 25 عام، وساكن في مدينه روتردام هنا في هولندا، من المغرب اصلي، انا من القصر الكبير. كانوا قبيله كومونتيرات كيقولوا القصر الكبير القصر الكبير، فغير باش نقول لك راه دريت القصر الكبير كاين هنا. القصر الكبير حاضرين انت هما. اوكي العلاقه ديالك مع الابطال المغاربه مع الجرايا مع الدراري، كاين بزاف ديال الابطال المغاربه اللي اصدقاء ديالك، شكون هما اللي كتوجه لهم تحيه من هاد اللايف؟ واخا كنقدر ننسى شي واحد ولكن تقريبا الاغلبيه زعما كل الدراري كلهم زعما المغاربه ديالنا في هولندا كيعرفوا بعضياتهم. بحق انا والجرايا كبرنا مع بعضياتنا في ديمبوس فين تخلقت انا وتخلق هو، ما كبرنا مع بعضياتنا من صغرنا وحنا كنترينيو مع بعضياتنا. كاين هو كاين حميشة، أنا وحميشة مزيانين صاحبي بزاف، إلياس أنا حاجي كتريني معاهم. كاين بزاف حق هادو زعما الدراري اللي زعما كنعرف مزيان. إلياس بولعيد كان معنا في هذا المباشر، شكرا بزاف خويا إلياس، نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله مسخينة إن شاء الله. الله يحفظك، شكرا بزاف وعلى راسكم، شكرا بزاف الدراري اللي كيتفرجوا. غنشوفك ان شاء الله مره اخرى. الله يحفظكم. سلام. اللي مازال ما دارش سبسكرايب الياس بولعيد في الحساب ديالو يدخل يدير ليه سبسكرايب، ضروري نزيد المتابعين المغاربه الابطال ديالنا فكل شيء.